مسموع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله مع إطلالة جديدة في برنامجكم طبابة ألف، معي أنا عادل برباع وبصحبة الدكتور الجميل الدكتور محمد حنتير. حياك الله دكتور. أهلا يا عادل، السلام عليكم. وعليكم السلام، وأنت أكثر والله. أخبارك إيه؟ طمني عليك. الله خليك، دائما بأسعد بوجودك حقيقة معنا. بأسعد والله. الله خليك. إن شاء الله تكون الأجازة بتاعت نص الترم كانت حلوة. الله يسلمك. الحمد لله أخذناها شوية كذا عشان نرجع إحنا مبسوطين مع المستمعين وانبساطنا أكثر وأكثر معاكم حقيقة. واليوم طبعا الدكتور محمد حنتير بيطل علينا بموضوع جدا جميل ورائع، وهو جولة ورحلة في عالم العين، خاصة لما نتكلم عن تأملات في خلق وتشريح العين ووظيفتها. حقيقة معلومات مدهشة وجميلة ومهمة أنه نفهمها ونعرفها أكثر وأكثر. طبعا مستمعينا أبغاكم تكونوا جدا متابعين لأنكم حتستمتعوا وأنتم تستمعوا لهذه النقاط والأمور العلمية الجميلة حول العين. نبغى نتكلم دكتور بداية دكتور محمد عن فعلا العين وخلقة العين. سبحان الله، الواحد بيحس إنها ثابتة، هل فعلا بتكون على هذه الصورة أم أنها يعني بتتغير وممكن تتحرك في من وقت لآخر؟ بص يا عادل، يعني وأنا ببص عليك دلوقتي أو مثلا كتير من اللي بيسمعونا يفتكروا لما واحد بيبص لك في عينك، وده جزء من الاحترام. نعم. ان انت لما حد يتكلم ليك مفروض تبص له في عينيه. صحيح. وبيسموها بالانجليش اي تو اي كونتاكت. يس. ده معناه ان انت مركز. نعم. لكن حقيقه علميا العين ما بتبقاش ثابته، علميا فيها هزه بسيطه جدا جدا شبكيه العين. والهزه هذه طبيعيه، هزه لدرجه ان احنا غير مرئيه. اها. من كتر ما هي بسيطه جدا خالص، مايكرو موفمنتس بيسموها. نعم. نعم. احنا شبكيتنا سبحان الله مش كلها بتشوف. أيوة. دي معلومه مهمه جدا. ايوه. الشبكيه دي اللي هي الفيلم اللي بينزل عليه الصوره. جزء منها اعمى، جزء ربنا سبحانه وتعالى خلقه ما فيهوش بصر، وهو ده مكان الخروج السلك. أيوة. اللي بيطلع للمخ بينقل الكهرباء البصريه دي. نعم. الى المخ. اسمه النقطه العمياء. نعم. لو نزلت عليه الصوره يبقى مش هنشوف، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عامل المايكرو موفمنت دي، الهزه البسيطه دي، عشان لما تنزل الصوره على النقطه العمياء تنزل على اللي جنبها، ما تقعدش فتره طويله على النقطه العمياء، انما توصل على فوقيها او تحتيها او جنبها. ايوه. وبالتالي يبقى دايما اللي بيوصل للمخ صوره. فتخيل حضرتك مثلا لو عينك ثابته وسايق في الطريق، طريق المدينه مثلا، وقاعد انت جاي بعد ما خلصت الدوام بتاعك وتعبان ومخك مجهد جدا وعينك ثابته ما بتتحركش، وعدت سياره جنبك ونزلت صورتها على النقطه العمياء دي، لازم يحصل بعد الشر على طول الحادث، لانك انت هتحود يمين او هتحود شمال عليها تقوم لانك مش شايفها. صحيح. فلولا الهزه البسيطه دي هي دي اللي ايه اللي هتخليك ان انت على طول فجأة، ولذلك انت وانت سايق في حاجه زي كده في لحظه من اللحظات ممكن انت مش شايفها فجاه تقول لا هي السياره دي طلعت لي منين. فعلا. او لو انت ماشي بالسياره بتاعتك طفل صغير راح معدي، انت منتبه ومركز، فجاه الطفل راح نطط قدامك، جالي منين ده؟ لانه كان في الفتره الاولى كان نازل على جزء من الشبكيه اسمه النقطه العمياء، وفجاه راح طالع على النقطه المبصره فبدات ان انت تشوفها. دي ميزة ان ربنا سبحانه وتعالى عامل. نعم. الهزة البسيطة والعين ليست ثابتة. نعم. يعني تعطي فرصة اكبر واكثر لالتقاط اكبر قدر ممكن من الصور. بالضبط. انت ايه الفرق عادل تفتكر ما بين الصورة وبين الفيديو؟ صورة ثابتة. صورة ثابتة، والفيديو ما هو الا عبارة عن مجموعة كبيرة جدا من الصور الثابتة. نعم. نعم. متتالية وراء بعض بتشوفها انت بسرعة عالية. نعم. جدا، فبتلاقيها انها متحركة. هي دي الفكرة، ان نعم. المخ بياخد من الكاميرتين اللي قدام، مع فرق التشبيه ان العين عباره عن كاميرا، فبدل ما بياخد صور تبقى ثابته، لو انما تبقى متحركه متحركه متحركه، فانت تبقى انت شايفها دايناميك بتتحرك. نعم. سبحان الله. نعم. حتى اسمه صور متحركه يمكن. بالظبط. صور متحركه. بالظبط كده. نعم. خلينا نروح لحاجه تانية. في عندنا مرض، شوف بقى الخلل في خلق ربنا سبحانه وتعالى يعمل مرض. نعم. في لو حصل ان السرعه هذه زادت اكتر من الطبيعي فبنسميها الرأرأة.
بمعنى ايه؟ ان العين بدل ما تتهز هزه مايكرو موفمنت، لا موفمنت واضحه جدا. اه معلش، انت شفت قبل كده الاطفال الصغيرين خالص اللي يبقى عندهم بشرتهم بيضة خالص او روزي؟ أيوه. كده وتلاقي عينهم بتتهز زي بندول الساعه. صحيح، هذا اسمه الرقرقه. ده للاسف حبيبي تيجي تبص على النظر بتاعه، صعب جدا ان هو يكون 6 على 6، تلاقي 6 على 9، 6 على 12. الله، طب ما يحتاج نظاره حتى لو لبس نظاره، لان المشكله كلها في الحركة السريعة اللي تحولت من حركة طبيعية بسيطة إلى حركة قوية جدا جدا، فبقت الصورة مش قادر المخ من كتر سرعتها إن يجمع الصورة بتاعت العين اليمين مع العين اليسار ويبتدي إن هو يفسر. نعم، تلاقي عنده 6 على 12 6 على 18. وحل الأطفال دول إيه؟ عمل لهم عملية معينة للحول، أبطأ فيها على قد ما أقدر السرعة دي عشان تبقى أقرب إلى الطبيعي. نعم، وجود الرقرقة هذه بتخلي فعلا الصور غير واضحة بالضبط. نعم، تخيل انت راكب قطار. نعم، والقطار ماشي بسرعة عالية او سيارة. نعم، وانت قاعد تبص على الشجر اللي هو بيعدي، تقدر والسيارات اللي واقفة تقدر تاخد دمرة سيارة منهم؟ لا، ما تلحقش. الملامح مش واضحة. صح، فعلا. بس تقول دي سيارة، دي نعم، دي شجرة، ده شخص، ده لابس كذا، دي واحدة كذا. أيه، لكن ما تقدرش ان انت تحدد تفاصيل اكتر. نعم، بكل دقة. نعم، ففي حركة بس حركة بسيطة جدا، بيحس بالاهتزاز الكبير يعني. نعم، بالضبط. نعم. حبينا نسأل دكتور أيضا، يعني مع حركة العين أيضا نحن بنتكلم عن حركة الجفن وتطريفة الجفن هذه، يعني التطريفة الطبيعية لها للجفن. يعني هل أحيانا بنجد أن الإنسان بيكون طبيعي أنه بيطرف، وفي بعضهم لا، الطرف عنده متكرر بشكل بيكون كبير؟ تفتكر كم مرة احنا بنبربش وانا قاعد معاك دلوقتي؟ يعني كل 3 ثواني. نعم، واحدة. لكن ربنا سبحانه وتعالى، سبحان الله، عمرك حسيت بيها؟ لا خالص. وانت قاعد بتتكلم بتلاقي الصورة قدامك ما بتتقطعش فعلا، بينما احنا يعني يمكن قل من او جزء من الثانية. انت عارف بتاع كيف السينما ده اللي هو يقول لك كلاكيت تاني مرة، عارف ده؟ نعم، بالظبط كده. اهو كل، تخيل انت الصورة كونتينيوس اللي واصلة للمخ، كل شويه المساحه تشتغل تك 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 كل 3 ثواني تقطع، لكن بحركه سريعه جدا تنزل وتطلع بسرعه، انت مش حاسس ان في قطع في النص. ودي بركه من عند ربنا سبحانه وتعالى، لانه لازم يبقى فيه هذه المساحه تشتغل بسرعه عاليه قوي عشان تفرش الدموع على العين. لان العين ما اتفرش عليها الدموع بشكل كبير وسريع ومتجدد يحصل جفاف في العين. نعم، وهو ده اللي بيحصل عندنا. واحده من السايد افكتس اللي بتحصل بعد عمليات تصحيح الابصار بالليزر او الليزك او الفيمتو او الفيمتو سمايل، ان عدد مرات الترميش يقل. اها، فتلاقي بدل ما يعمل 20 و 19 مره في الدقيقه الواحده ينزل ل 10، ينزل ل 9، فيحصل ان العين انها تنشف. ولذلك لازم بعد العمليه نحفز الناس انها ترمش اراديا عشان توزع الدموع على العين. فسبحان، يبقى خلينا نقول الطبيعي ايه؟ الطبيعي ان الواحد يبرمش تقريبا 20 مره في الدقيقه، يعني بمعدل كل 3 ثواني ترمش. ده الطبيعي. الغير طبيعي انها لو قلت تعمل جفاف، واكثر الناس المصابين بالموضوع ده هم اللي عملوا عمليات تصحيح الابصار لفتره مؤقته طبعا. نعم، خلال الست شهور، ثم يرجع عدد مرات الترميش في الدقيقه الواحده يرجع للطبيعي. ايوه، بعد الست شهور. اما الناس اللي بتبربش كتير اكتر من الطبيعي، صحيح وضعه ماذا، من دول اكتر من الناس مين بقى؟ السيدات. وده بتبقى عاده بتبقى حاله نفسيه التوتر شديد جدا. عندها في حاجه شغله بالها، فتلاقيها قاعده ترمش بعينيها يمين ويسار، ترمش فوق وتحت فوق وتحت فوق وتحت من كتر التوتر اللي عندها. الادرينالين بيفرز لدرجه ان الجفن قاعد بيرمش بسرعه عاليه قوي. أيوه. ويجي لك واحد يقول لك ايه يا دكتور، انا بشوف كويس قوي بس عندي الجفن بيرعش لوحده. شوف النعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى. وانا بكلمك انا مش حاسس بجفني ان هو بيقفل ويفتح فعلا. اول بقى ما تبدا تتوتر، عندك اختبار بكرة، عندك مقابلة، في مشكلة انت بتفكر فيها، تلاقي جفن عينك قاعد بيرف لدرجة ان هو يقولوا لك ايه، لو طبعا الناس الكبار في السن، جدي وجدتك يقولك ان كلام ده طبعا غير حقيقي، يقولك لو جفنك اليمين رف يبقى ده خير. نعم، لو الشمال يبقى فيه مصيبه سودا جايه. خلاص، ده كلام مش مظبوط خالص. لكن نعم، فحوى الكلام ده اللي احنا المأثور عن الناس الكبار في السن، ان نعم، في حاجه شغله هذا الشخص، بمجرد ما بيقضى او ان هو بيستعين بربنا سبحانه وتعالى
وبتهدى نفسه بيرجع الوضع للطبيعي. يعني احنا لما نتكلم عن الدموع يعني بنظن انه وقت الحزن او وقت الفرح، لكن الدموع موجوده وملازمه للانسان من اجل تنظيف العين، مو فقط ل يعني بس هي سيلان الدموع بالزبط. اكثر الله عليك عادل بالظبط صح كده. يعني انا وانا بكلمك برضو دلوقتي الانسان الطبيعي عينه دايما تلمع، ايوه لو العين نشفت تلاقيها اللمعان بتاعها مش مظبوط، ففي دموع اساسيه بيسموها بيزك اساسيه، نعم نعم، لترطيب العين لترطيب العين، وساعتها ال 17 20 مره الترميش بتاع الجفن عشان يوزع الدموع دي. نعم. لو حصل بقى ان الدموع افرازها كان قليل يحصل جفاف، ولو الجفن ما كانش بيتحرك بالشكل المظبوط التوزيع بتاعه ما كانش صح يبقى هيحصل جفاف. طيب لو زادت قوي بقى، نعم، ده معناه حاجه من اتنين، اما ان هو زياده افراز في الدمع او قنوات التصريف بتاعها بقت مقفوله. ايوه يعني بص يا سيدي، انت عارف في الحوض في حنفيه وفي فتحه تحت بانها بتصرف، صح كده؟ نعم. او بالظبط الحنفيه دي ربنا سبحانه وتعالى عامل لكل عين حنفيه بتنزل نقطه 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 نقطه، فتعمل ترطب الحوض بعد كده تروح نازله فين في الفتحه بتاعتها وتبتصر. نعم تصريف. تخيل يا بقى لو الحنفيه دي مفتوحه جامد جدا، يبقى هتلاقي الحوض التصريف مش قادر يرحل، صح، بيفيض فتلاقي يفيض من الحوض. نعم. ما هو الفيضان ده ممكن يكون نتيجه ان الحنفيه مفتوحه بشكل كبير قوي، ايوه، او التصريف ضعيف. ها نفس القصه. نعم. فانا لما بيجي لي المريض وعينيه بيقول لي يا دكتور ده انا المخده جنبي من كتر وانا نايم بالليل يعني بيحرجني قدام الناس، نعم، او بتبقى فيه دموع كتيره قوي قوي، ببتدي ادور على السببين. طب هناخد الاسباب دي ومهمه جدا في موضوع الدموع، لكن بعد الفاصل ابقوا معنا مستمعينا. طبابة ألف مع عادل بربع، العيادة المسموعة. عدنا إليكم مستمعينا الكرام، والحديث ما زال عن العين وتأملات في خلق وتشريح العين ومعلومات مهمة جدا ومفيدة ورائعة تجعلنا فعلا نتأمل في نعمة الله سبحانه وتعالى التي أودعها فينا، وكل ما الإنسان تفكر أكثر وأكثر كل ما حمد الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة اللي ما نعرف مقدارها وما يعرف مقدار اللي فقدها. لذلك ليش إحنا نفقدها؟ خلينا إحنا نعرف فعلا هذه الوظائف المهمة الموجودة عندنا حتى يعني نعمل بإذن الله تعالى على الحفاظ عليها وأن نعتني بها أكثر وأكثر. هذه المعلومات كلها الجميلة والرائعة وأكثر من ذلك مع الدكتور محمد حنتيرة اللي بيحدثنا بكل جمالياته وبكل إبداعاته. الله يسعدك يا رب، الله يخليك، أنت دايما جميل وشخص جميل، الله يسعدك يا رب، نكون عند حسن ظنك أنت وكل مستمعين جميعا يا رب. دكتور احنا وصلنا لموضوع دموع العين وفعلا وكيف لو انها تفيض. نعم صحيح. فكنا بنقول طب انت لو دخل في عينك انت وانت سايق مثلا السيارة او كنت في البر او كنت بتشوي ولا اي حاجة برة ودخل في عينك حاجة، حل ايه؟ لو الجسم ما تفعلش معاها روح مشغل النوافير دي، ايوه صحيح، تلاقي على طول بخاخات قاعدة تشتغل بشكل في استنفار جدا اللي جدا. نعم. تلاقي عينك على طول قاعدة دموع شغالة كتير وعلى طول المساحات بتشتغل بنفس العدد الطبيعي، كأنها بتغسل الوسخ اللي دخل يا سلام. والجفن يحصل له ايه؟ تلاقي على طول ورا بعضه ورا بعضه حاجة، في الاول يحاول ان هو يبربش اسرع من الطبيعي، كان 20 لا ده انا هخليهم 40. نعم. لعل وعسى ان يكون الحاجة اللي لازقة على السطح دي ممكن انها تطلع مع المساحات. نعم. طب ما ينفعش، لا ده لازقة أبو غيرة بقى يا عم عادل، يروح قافل عليها، لا ده دي حاجة بقى لازقة على طول. تلاقي تروح انت ايه تروح حاطط ايدك على طول على جفنك. نعم. مش قادر، لا 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 لا, لا ده في حاجة كبيرة قوي دخلت جوه. نعم. العين. هنا بقى الدكتور يتدخل ويروح ايه يلاقي بقى عادة بيكون رايش مثلا حديد رملة داخلة بعمق كبير قوي، طبعا مش عايز اسمع المصايب. نعم. اللي احنا بنشوفها في الحياة في العيادة تكون اعمق من كده. مرسم داخل في عين طفل لا قدر الله. نعم. مشاكل كبيرة قوي. ففي الحاله دي على طول بيروح داخل الدكتور، دي بقى ما ينفعش انها تتشال بالشكل الطبيعي في البيت، وانما يروح شايلها في العياده. نعم. لكن الحاجات البسيطه دخلت حته كحل، دخلت مسكره، اتخدش المريض او المريضه بعدسه لاصقه حرفها، اي حاجه من الحاجات البسيطه دي، الدموع الكتيره دي بتبقى مؤقته، ومجرد ما بتلتئم الخلايا على طول السطحيه بتلتئم بسرعه بشكل كبير خلال ساعات والموضوع يهدى مع. نعم. شويه احمرار. حتى الاحمرار يا عادل ليه دلالة، ان احنا بنقول ايه انت موريه من العين الحمراء، ده معناه الواحد ايه عينه تعبانة او عايز يقول للي قدامه خد بالك.
نعم. زي اشاره المرور كده. لا بس هو تغير اللون اوريهم على الحمراء معنا الانسان لما يكون غضبان غضبان فعلا بتكون في احمرار. طب لما يدخل واحد في عينه حاجه يبقى غضبان ولا مبسوط؟ لا اكيد طبعا لا غضبان وصح نعم فعلا بالظبط كده. ليه الاحمرار ده بقى يا سيدي؟ أيوه. احنا دلوقتي لما دخل في عين الانسان سبحان الله هذا الجسم الغريب او حته الكحل او الجرح اللي موجود من ضافر او اي حاجه من الحاجات، ليه العين بتحمر؟ لان ربنا سبحانه وتعالى عايز يجيب للعين خلايا جديده من الدم. نعم. طب ايه المواسير اللي هتوصل الخلايا البناءه بناي بناي الاسمنت بكله؟ نعم. هتوصل ازاي؟ بالاوعيه الدمويه. الاوعيه الدمويه دي اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي الحمار العروق اللي انت بتشوفها دي. فهي مفروض ان العين الانسان الطبيعي عينه ما تبقاش مستنفره بالشكل ده فبتبقى بيضة خالص. نعم. لان الاوعيه الدمويه مش محتقنه. لكن لما العين تلتهب بقى يحصل ان احنا عايزين نبني في الحته دي، عايزين كميه كتير قوي من الخلايا. نعم. تقوم توسع فيبان اللون بتاعها اللي هو الاحمر. نعم. شكل مكثف لان في خلايا كتير جايه للقرنيه تبني مكان الجرح او الخدش او القرحه اللي هي الموجوده. طيب الحديث عن الخلايا وخلايا العين دكتور محمد بيقودنا للسؤال حول اكتمال بناء العين، يعني العين تظل تنمو الى اي فتره من العمر؟ سؤال جميل قوي. عادل بيجي لي كتير من الابهات والامهات خاصه اول طفل عندهم. ايوه. بيبقوا خايفين دكتور تكفى انا بلبس نظاره ومراتي بتلبس نظاره ممكن تشيك لنا كده على الطفل ده. وهو جايبينه مثلا بقاله 15 يوم بقاله شهر خايفين عليه انه يكون مرض وراثي ولا شيء. بالظبط. نعم. فعايزين يتاكدوا طب بيشوف ده ولا لا. اقول لهم يا جماعه خدوه وهتقولي تاني كمان 4-5 شهور. يا دكتور دي بس طمنا. الجهاز البصري لا يكتمل نموه الا بتوين بين 3-6 شهور. وهذا هو الـ من الأجهزة اللي بيكتمل نموها برا الرحم. نعم. بينما الحواس التانية اللي هي الشم والسمع بيكتمل سبحان الله نموها في بطن الأم. إذن متى يرى الإنسان؟ تخيل بقى عادل الطفل الصغير ده أو مسموح له فقط أنه يرى 30 سنتي أول ما ينزل. نعم. ويكتمل يكتمل 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 النمو خالص نمو العين عند سن 18 سنة. يتوقف بعدها نمو العين في الحجم. خلاص 18 سنة تعتبر اكتمال نمو العين. ولذلك احنا ما بنعملش عمليات تصحيح الإبصار إلا بعد 18 سنة. أيوة. ما عملش قبل كده لأن لسه العين بيكتمل نموه. أيوة. طب اشمعنى دكتور يعني 30 سنتي؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى بيجعل من نمو العين على قد الاحتياجات. نعم. هو الطفل الرضيع ده عايز أقصى طموحه إيه؟ مش هيعمل حاجة. ده هو قاعد نايم طول اليوم 20 ساعة نايم فيها. نعم. بيغلس عليه الأب على الأم الحقيقة الأربع ساعات التانيين هو عايز يشوف وشها بس. نعم. هتحطه على صدرها ترضعه عايز بس يبص عليها على ملامحها على أمه اللي هي كان هو في رحمها كل 9 شهور دول. نعم. ثم بعد كده لما يبتدي يتحرك شوية ويتقلب شوية ربنا يديله نص متر بدل 30 سنتي شوية شوية هينزل بقى يعني يحمي ويقع يبقى عنده متر مترين لحد لما نوصل عند 6 شهور يبتدي يبقوا 3 متر. يشوف الألعاب بتاعته اللي هي اللي حواليه. نعم. لكن عشان نقيم فعلا البصر بتاعه بحدة كبيرة جدا لما يكون قربنا من المدرسة عند 3 سنين عند 4 سنين وده الكشف هنا الله. مهم جدا. فسبحان الله كأنما اتساع البصر مع اتساع الاحتياج سبحان لدى الله. الإنسان كل ما يتسع أكثر وأكثر إلا أن يبلغ المدى في 18. ما هو الخالق بتاع العين هو الخالق الكون كله. ربنا خلق الله. الكون كله في كام؟ له حكمة سبحانه. 6 أيام فعلا. عايز كان يقدر يعملها في يوم. نعم. نفس كن فيكون يعني. ونعم بالله. نعم بالله عز وجل. أذكر السادة المستمعين إحنا هناخذ اتصالاتكم إن شاء الله لكن بعد يعني ما نأخذ مجموعة من المعلومات وخاصة بعد نصف الحلقة على الأرقام التالية على 011-217-8585 أو على الرقم 012-616-1100. طبعا إحنا لما نتكلم عن العين كان نتكلم عن العدسة ورؤيتها للأشياء سواء كانت ملونة سواء كانت معتدلة كبيرة صغيرة. عاوزين نعرف عنها فعلا دكتور. بيجي أسئلة كتير قوي وأنا متوقع أن في حيجي لنا أسئلة من دي. نعم. يا دكتور أنا عايز أن أنا أغير لون عيني أخليها لون أزرق.
ايوه يا سلام. المهم سبحان الله تيجي، يعني انا اشتغلت بره في فتره من فترات حياتي، نعمل كذا نشكلها وعين لون وعين لون تاني، واحده خضراء واحده دي جديده دي يعني. فسبحان الله تلاقي احنا مثلا الاجانب بره عندهم الالوان الفاتحه اكتر، ايوه اللي هو الازرق والاخضر. نعم. ولما يكون حد بيبقى لونه عسلي اللي هو زي عندنا هنا، نعم، يبقى او اسود، الاسود القاتم قوي ده، نعم، يبقى بالنسبه لهم حاجه جميله، حاجة مميزة، يعتبروا شيء جميل، شيء جميل يعني جدا، نادر بالنسبة لهم. بالنسبة إنه إحنا أسود. عندنا برضو نفس القصة، العكس، الأزرق بالنسبة لنا. ولذلك تلاقي إيه؟ معظم الألوان حتى العدسات الملونة تتباع أكتر الفتحة، صحيح، هنا في الوطن العربي مقارنة بالألوان الغامقة. الغامقة فعلا فعلا. الأصل في البشر الفاتح، هذا أصل اللون، لون البؤبؤ بالضبط كده، هو حقيقة لون القزحية أو القزحية بالدقيق معك، نعم، وده أضعف الألوان. أها. يعني يا جماعة اللي عينه بني يحمد ربنا عليها، لأنه هذا أقوى أقوى شيء، لأن عنده الخلايا الصبغية هي الكثيفة جدا. لكن أضعف الألوان هو الأزرق، أيوة، والرمادي هو ده أقل شيء. فتخيل، نعم، بقى اللي بيجي يطلب مني يقول لي أنا عايز أغير لون عيني، أقول له ده أنت كده هتضعفها. أها. ده أنت عشان تشيل تمسحها بالليزر، يبقى أنت بتشيل من الخلايا الصبغية بتاعة القزحية عشان شيء تجميلي قد يحدث منه مية بيضة، قد يحدث منه مية زرقة، نعم، قد يحدث منه التهاب قزحي مزمن. عمليات التجميل لتغيير لون العين خطيرة جدا، فضل ونعمة هي حتى الآن يعني مش موافق عليها من هنا من الـ FDA، سعودي FDA، لكن في دول تانية خارج المملكة بتعملها للأسف. وسبحان الله فعلا لما بنجد كبار السن دكتور محمد انه اللون يبدأ كذا يخف، لون السواد، أيوة، والغمقان. لا انت عارف، خد بالك ان السواد بتاع البؤبؤ، نعم، لما يتغير لونه الى الرمادي، لا ده مش اللي انا قصدي عليه. اها. لو القرنيه اتغير لونها وبقى فيه دايره، نعم، يبقى ده نتيجه ترسبات الكوليسترول. ايوه. ولو تغير بؤبؤ العين من الاسود الى الرمادي يبقى ده بنيه بيضاء. نعم. لكن انا هقولها لك بطريقه ثانيه، انت مش بيتولد لك بعض الاحيان طفل كده تبقى انت فرحان قوي، عينه فاتحة الحمد لله زي ابن عمته ابن جدته مش عارف مين قريبتك البعيد جدا دي، تلاقيه يبقى لون رمادي، ومع انا نهاية السنة من العمر رجع بقى بني. الله الله الله، ايه اللي حصل؟ نعم. لان الخلايا الصبغية زادت 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 لحد لما تكثفت ووصلت للون الطبيعي. فالطفل او الرضيع ما بيثبتش اللون بتاعه الا عند سنة وعلي. جميل جدا. أذكر سادة المستمعين قبل ما نطلع لفاصلنا الأرقام التالية للاتصال الهاتفي على 011-217-8585 أو على الرقم 012-616-1100، وكذلك بالإمكان المشاركة معنا عبر حسابنا على تويتر على ألف ألف FM. فاصل ثم نعود إليكم، ابقوا معنا. طبابة ألف مع عادل بربع، العيادة المسموح. عودة لكم مستمعينا الكرام، وطبعا حديثنا ما زال عن تأملات في خلق وتشريح العين مع الدكتور محمد حنتيرة. وأذكركم بأرقام التواصل، بإمكانكم مشاركتنا مستمعينا عبر الرسائل النصية، فقط اكتب طبابة وارسلها رسالة نصية لمشتركي STC 81040 موبايلي 660001 وزين 701313. ارسل رسالة نصية وبإذن الله راح نتصل عليك مباشرة، أو اكتب رسالتك وراح نقرأها على الهواء ليجيب عنها الدكتور محمد حنتيرة. معنا اتصال، عيسى، حياك الله عيسى. السلام عليكم. يا هلا. السلام. أهلا يا أستاذ عيسى، كيف حالك؟ مساك الله بالخير دكتور. يا مساء الورد. مساك الله بالخير أخوي عادل. يا هلا فيك أخوي عيسى، حياك الله. أخوي عادل، بس الدكتور بخصوص عدة تساوب، أنا أكثر أحيانا يجب كل تساوب تجمع عيني واجب. أيوة تمام، يبقى الدموع عند الواحد يتاوب. واحد مظبوط؟ نعم. طيب عين واحدة ولا عينتين؟ لا العينتين. إيه العينتين؟ تمام. في سؤال ثاني يا أخوي عيسى؟ لا سلامتك الله. الله يسلمك. خلاص اسمعنا إن شاء الله من الراديو قدامك العافية. تحب نجاوب ولا ناخد كمان؟ ناخد اتصال اخر. يلا معانا مين؟ ما شاء الله في اتصالات كتير، الله يقويكم. موسى؟ مين؟ معانا اتصال اخر، مرحبا. موسى فعلا؟ يعني عيسى وموسى كل الانبياء ولا ايه؟ لا ما شاء الله تبارك الله. عيسى وموسى ومحمد.
طيب معنا اتصال آخر. مرحبا. ألو ألو. طب نجاوب على الاتصال هذا دكتور. بص يا سيدي، طبعا ده طبيعي، ما فيهاش أبدا أي مشكلة خالص أن يحصل لما الواحد يتثاوب في نسبة من الناس الطبيعيين جدا أن يحصل أن عينه تدمع. نعم. ولكن هنا امتى نبقى احنا قلقانين؟ لما يكون عين واحده هي اللي تدمع والعين الثانيه سليمه الدواء. أيوة. ده معناها ان في كان في فتره من فترات بعد الشر يعني ضعف في العصب السابع ادى الى ان يربط العصب بتاع الدموع مع حركه الفك. لان لما انا بتتوب بيحصل ايه؟ ان انا بقي بيتفتح والعين بتدمع، فده أيوة. حاجه غير ده خالص. ايوه دي حركه وده حاجة تانية لها دعوة المشاعر. فلما بيحصل شلل في العصب السابع أو ضعف في العصب السابع بعض الأحيان بيحصل ميس وايرينج ما بين الاثنين، بتبقى فترة مؤقتة وبتنتهي، لكن طالما في العينتين زي ما قال الأستاذ عيسى كده لا ضرر أبدا بإذن الله تعالى. قدام العافية أخونا عيسى. اتصال هاتفي معنا. مرحبا. معنا علي. مرحبا علي. مس عليكم على الدكتور المستمعين. اهلا بك يا علي. سؤالي طبعا تفضل غير حلقتكم والله ممكن تفضل. بس انا استفسر بالدكتور، انا ما اقدر انام الا اشرب شراب قحط. عفوا ما سمعت، الا بتشرب؟ اقول انا ما اقدر انام ايوه الا اشرب شراب قحط وانام، ما اقدر انام. قهوه؟ يشرب قهوه شراب يعني؟ شراب سعال. شراب السعال الكحه. ده اللي دواء. دواء الكحه. نعم نعم. ايوه بس اخشى ده ان ما يكونش حاجه تبقى كويسه يا استاذ علي، يعني اذا صاحب فعلا موضوع ملوش دعوه بينا. بس لا انا باخذ حبوب، انا بتمرن بالنادي وباخذ حبوب وفيها كافيين زياده، ما اقدر انام الا اخذ شراب الكحه. اي بس كده دواء الكحه ده ممكن يكون فيه حاجات انتي هيستامينك مضاده للحساسيه، فهي دي اللي انت بدات ان انت تتعود عليها، مش عايز اقول لدرجه الادمان، ان انت عايز حاجه انها تهبط الكافيين الزياده قوي في جسمك، دي حاجه مش كويسه. طيب لا لازم تحاول انت تدعم العافيه ان شاء الله. خد بالك من ده. اخونا عوض مرحبا. الو. ايوه السلام عليكم. يا هلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يسعد مساكم يا دكتور. تفضل. اهلا وسهلا معك يا استاذ عوض. احنا ثلاثه عين لحد دلوقتي، عيسى وعلي وعوض. نعم. تصرف يا دكتور. عندي ولدي عمره 9 سنوات. الله يحفظه لك. ايوه القرنيه هذه والمخروطيه وحاجه زي كذا. ايوه الف سلامه. ايوه. هل ايش ينصح به؟ عمليه تثبيت الليزر القرنيه؟ طب اخذ منك كم سؤال كده يا استاذ عوض. اتفضل. حضرتك نظرك كويس ووالدته كمان نظرها كويس؟ ايوه صحيح. نظرهم كويس. في منكم حد بيلبس نظاره ولو خفيف استجماتيزم؟ لا. عنده انحراف؟ لا. اولاد العم واولاد الخال؟ ولا شيء. طب ازاي يبقى الولد هيجي له قرنيه مخروطيه في هذا السن المبكر؟ ده حتى لسه ما وصلش لمرحله البلوغ. والله الان يعني لنا من يوم كشفنا موضوعه ممكن حدود 2 سنين. ايوه الان يعني من 2 سنين. يعني انت بتتكلم كان عنده 7 سنين اول ما جاله قرنيه مخروطيه. ايوه بالضبط. شويه الكلام غريب شويه. يعني مش ما جرتش العاده ان يجي قرنيه مخروطيه في سن 7 سنوات. السن بتاعها المثالي 12 13 14 سنه. ده بدري. سويت كشف عليه 3 مرات، اخرتها مره بالهند يعني. وطلع نفس التشخيص. نفس التشخيص. خلاص طالما نصحوني. نعم. ونصحوني بالتثبيت بالليزر عمليه للسنتين. ده حقيقي بقى. لو كده بكلامك كده شيكت عند اكتر من دكتور. وطلع نفس الكلام، يبقى طبعا التثبيت هو الحل بالنسبه لحاله زي كده، ثم يكمل بعد كده بعدسات لاصقه عاديه بتبقى مع صنوع عاديه، مقصود بيها ايه؟ سيليكون هيدروجيل، الماتيريال بتاع اسمها كده، عشان تدي له تحسن كبير في النظر. لكن نعم. مهم جدا ان انت تعمله تثبيت، لان واضح ان الولد بدي من عنده بدري قوي. ايوه. فده معناها لو احنا سبناه بعد الشر ممكن ان نحتاج زراعه قرنيه في وقت قريب. قدام العافيه ان شاء الله. ناخذ اتصال اخر معنا. لطيفه. الو. مرحبا استاذه لطيفه. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا. كيف الحال عادل؟ الله يسلمك الحمد لله. كيف حالك الدكتور؟ يا اهلا وسهلا بك يا اختي لطيفه. محمد حنتيره. معك يا اختي. كيف حالك؟ والله بخير ونعم الحمد لله. يا الله دخت سبع دوخات ادق عليكم كنا دقيت محل. طيب الحمد لله على السلامه. تحت امرك. انا معك. تفضلي. بشحم ولحم. يعطيك العافيه. انا عندي شوف الله يعافيك، انا عندي عيني اليمين ما شوف منها
عين ثنائية. نعم. الثاني اللي صار أشوف فيها بس رحت المستشفى طبعاً راجع في خالد. راجعتهم وقال لي الدكتور بنسوي لك ليزر على أساس إنه يشيل الغباش. أيوة. نعم. بعد ما جيتهم على الموعد شالوا الغباش على قولته. طلعت ما شفت ضباب ما قدرت. فمن الفترة هذيك وأنا أراجعهم يعني مهل يعني قالت لي الدكتورة ممكن تزرعين قرنية بس ما أدري يعني ممكن يعني ما تفيدك أو كذا، فأنا حبيت يعني أخذ منك المعلومة يعني هل يعني طيب أستاذ لا أنا عندي بس سؤالين صغيرين خالص أستاذة لطيفة. تفضل. ما تقفليش الله يسعدك. العين اليوم تم إزالتها ليه؟ اسمها على أساس جاني فيها تعب كذا وحمرت مرة صارت زي الدم كل العين البياض كله ما عاد أشوف منه. بعدين بعدين رحت المستشفى، رحت مستشفى على تجاري يعني بقالي على طول الطوارئ حق الشنيفي، قلت لا أنا ملفي في خالد، قال على طول خالد. رحت الخالد صار واصل ضغطها 80 ضغط العين. يعني كان نتيجة جلوكوما يعني. ما أدري أي هاي أنا عندي. بعدين إيش سووا لي، جلست عندهم وعطوني كل شيء قطرة لين وعطوني حاجة كذا كاس أشربه زي حامض حلو ما أدري كيف مر يعني على أساس إنه ينزل الضغط. ما نزلش الضغط واضطروا إنه هو لتفريغ العين. لا 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 نزل بعدين بس إني راجعتهم 3 أيام. بس المشكلة الحين عيني اليمين الحمد لله عند الله إن شاء الله يا رب يعوضني الجنة، ولكن عيني الشمال أنا أبي يعني طيب خلاص انا بس غباش. طيب سؤال، العين اليسرى برضو فيها ميه زرقاء اللي هي جلوكوما نفس المرض في اليمين؟ لا اليمين اللي راحت ما فيها جلوكوما. ما هو ضغط العين وصل 80. ايوه بس ما هم قالوا لي انها جلوكوما، كنت اشوف منها اصلا. بس سبت ناس جوني ضيوف، جوني حرمتين في البيت وكنت انا مسوي عمليه بسيطه يعني في الأبط ويعني أعطوني كلمتين كذا وأنا ما حسب فيها يعني. فبعد ما طلعوا من عندي على طول حسيت بالألم. حسيت بالألم على طول دايركت، بعدين رحت المستشفى على طول. طيب يجاوبك عليه شفاك الله وعافاك. هو طبعا بالنسبة لأخت، طيب احنا حناخذ بس بقية الاتصالات دكتور ونجاوب على بقية الأسئلة. أحمد السلام عليكم. يا هلا. عليكم السلام. كيف حالك أخ عادل؟ يا هلا فيك يا أحمد. دكتور أهلا بيك. ازيك يا أحمد؟ كيف حالك؟ إن شاء الله تكون مبسوط. بخير يا ربي لك الحمد. الحمد لله. الله يدمها. دكتور أنا عندي في العيون شوية زي المويات أحس، فما أدري. وضح لي شوية أحمد يعني إيه ما مقصود في عيون يعني إيه؟ يعني في دموع يعني؟ لما أجي أحك عيني. بعيدي فيطلع زي الموية. يبقى في دموع وغمس إفرازات؟ في إفرازات أحيانا. بيضة ومخطة؟ لا بيضة خفيفة تكون. بيضة خفيفة. الصبح أكتر أول ما تصحى من النوم. او يعني الصباح. ايوه الصباح عمد. مظبوط. في عندك ربو وبتعطس كتير؟ ايوه انا عندي انفلونزا. شكرا حبيبي. ماشي خلاص اجاوبك عليه اخوي احمد ان شاء الله. ابقى معنا واسمعنا من الراديو. معنا كذاك اتصال عائشه. السلام عليكم. يا اهلا وعليكم السلام وبركاته. ممكن اكلم دكتور محمد؟ يا اهلا وسهلا اخت عائشه تفضلي. يا هلا ومرحب. دكتور انا عندي الم في عين اليسرى، يعني عندي انتفاخ بالجفنين وبالعين اليسرى في حكه ووخز يعني ما بعد ايه اخت هيشه؟ ايه بعد ايه يعني كان في عامله عمليه قبل كده؟ لا 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 ما عندي، بس ولاحظت كمان انه يعني لون العيون عندي مو صافي يعني حاسه فيها الوان كده ما ادري. شويه عايزين ندقق اكتر شويه يا استاذ عايشه، اديني تفاصيل اكتر يعني الموضوع ده بقاله قد ايه؟ له فتره كده يعني سنوات نقدر نقول؟ لا يعني لها كم شهر. عارف يا دكتور لاحظت فيها كمان يعني بلون القزحية يعني فيها ألوان كذا ما أدري يعني الطرف القزحية ما أدري. ما هو أنا ما أدري يبقى أنا مش هادري برضو. نعم. طيب يعني فيها ألم في عين واحدة ولا في الثنتين؟ العين اليسرى فيها ألم كثير. لكن في العينتين موجود بس أكتر في اليسار صح كده؟ أي موجود في اليسار. والرؤية بتاعتك أخبارها إيه؟ مرات كذا أحس يعني عيني تزغلل ما أدري. طيب تمام. حاضر يا أستاذ عيش سلامات إن شاء الله. إن شاء الله. معنا أحمد. مرحبا احمد. يبقى احنا عندنا احمد رقم 2. ايوه احمد 2. احمد معنا. طيب فؤاد. وايه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هلا فؤاد. يا هلا والله شلونك يا فؤاد؟ يا رب لك الحمد نحمد ونشكر الله يدينها عليك نعمه فؤاد. تفضل فؤاد. عندي ولدي عمره 5 سنوات. نعم الله يحفظه. يعني العم مع الطفل الاخر بالعلاقه حق الملابس. ايوه ضربه في عينه. نعم
أخذت على الدكتور على طول، كانت عينه محمرة وحسيت فيه تحت البياض فيه زي الشغطة الأحمر، خفت إنه يكون شرخة وضرب. الدكتورة فحصته وقالت إن شاء الله ما في شيء، وقالت الشبكية سليمة وسوت له فحص نظر، كانت الأثر ما يبان إلا بعد شهر. كلامها صحيح؟ النظر بتاعه أخباره إيه؟ تقول كويس. طب خلاص كويس. طب خلاص بس أهم حاجة البياض احمرار بس ولا في جرح فيه؟ والله قالت لي لا سليم، قالت ما في شيء. لا خلاص طيب خلاص ما فيش مشكلة. لا طمن، لا ده عادي يا فؤاد. نعم. عادي يعني حتى بعد شهر ما يبان انه اثار او شيء يعني. لا باذن الله طالما جه في البياض ما تقلقش، لكن هي المشكله دايما اللي بخاف منه هو السواد. نعم رزق. اخر اتصال معنا طيب. بعدين ناخذ الاجابه السعديه. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا يا سعديه. اهلا الحمد لله. يا هلا تفضلي سعديه. دكتوره بسالك، انا قبل فتره جاتني حاله انه كنت لابسه عدسات وجلست فيها فتره مره طويله، فسختها طبعا بصعوبة، صارت ناشفة يعني لاصقة في بؤبؤ العين. فلما فسختها وخلصت منها زي كذا صار عندي غبش مرة شديد كأني في غرفة بخار. ايوه. يصاحبه ألم مرة شديد. عدى كذا وقت بعدها ما صرت أشوف، يعني شاشة سودة كذا ما صرت أشوف. ايوه. وشالوني أهلي على المستشفى. ايوه. فقال لي الدكتور إن في تشقق في القرنية وما أدري إيش وزي كذا، ومرة كان ألم يعني كأنه عصر الليمون جوا عيني، أحس بحرارة كذا. ايوه مزبوط. تمام. فبعدها بفترة الحمد لله يعني تعالجت وزي كذا، وحطت لي وكنت أحط مرهم وأغطيها فترة طويلة تقريبا يوم كامل، يعني كنت أغطيه مع العلم إني كنت أسبح بالعدسات يعني في البحر والمسبح. فقبل فترة يعني صار لي فترة ما أستخدم عدسات إلا يدوبك ساعة ساعتين، فالحين صرت أستخدم ثاني العدسات يعني بفترة أكثر، ترجع لي نفس الحالة بس على خفيف إنه يصير غبش كذا. كنت عملتي أي عمليات قبل كذا يا سعدية؟ لا ما عمل، كنت بعد. عمرك كم سنة؟ بلوني 23. ما عندكش أي أمراض؟ عندي جيوب أنفية بس. جيوب أنفية. تمام ماشي. في الوقت العادي أنت بتستعملي من غير العدسات يعني عينك بتنشف برضو ولا بس؟ لا بس بعد العدسات أو إذا ركزت فترة طويلة، مثلا عندي إذا حضرت حاجة أو اتفرجت فيلم ساعتين كده ممكن يصير نفس الشيء. تمام. لأنه أنا مع التركيز ما أرمش كثير، فأحس إنه عيوني ناشف. طيب تمام. طيب قدامك العافية سعدية، إن شاء الله تسمعينا تسمع الإجابة من الراديو، وكذلك بقية المتصلين اللي سألوا حيستمعوا إلى إجاباتهم من الدكتور محمد حنتيرة، لكن بعد الفاصل ابقوا معنا. طبابة ألف مع عادل ضربة العيادة المسموعة. عودة عليكم مستمعينا الكرام، وطبعا كانت هناك أسئلة قبل الفاصل الآن يجيب عنها الدكتور محمد حنتيرة، والسؤال كان لأخونا من علي. لا هنبتدي الأول بلطيفة. طيب. لطيفة ربنا اختبرها في عين من عينيها وللأسف أزيلت ثم تركب فيها عين صناعية. أيوة. وطبعا خطأ كتير قوي الناس بتفتكر أن العين الصناعية دي عبارة عن عين صناعية إلكترونية الواحد بيشوف بيها، لا هي كلمة عين صناعية يعني عبارة عن فص يبقى للشكل لا أكتر ولا أقل، وده أيوة. معناها أن العين تم تفريغها أو إزالتها بالكامل، الله يعافيها يا رب، وإن شاء الله تبقى شاهدة لها للجنة بإذن الله يا رب. ورسول صلى الله عليه وسلم ذكر بما معناه أن من اختبر في أحد الجوهرتين، لأن العينين دول الجواهر فيهم، فأحد قدميه في الجنة، فإن شاء الله أحسبها إن شاء الله أنها لها مكان هنا خلاص من وهي الحين موجودة في الدنيا. فالعين اليسرى بتقول أنا عملت ليزر في الملك خالد ومستشفى راقية، كلهم أطباء أعزاء، كلهم خبراء بيراعوا ربنا بشكل كبير جدا، ربنا يحفظهم يا رب ويقويهم على الأعداد الكبيرة اللي هم بيخدموهم. عملوا لها ليزر كمحاولة لتنظيف سطح القرنية، لأن عندها في سحابة في قرنية العين هي اللي حجب الرؤية عن أنها تشوف بوضوح، لكن ما زال حتى الآن واضح أن السحابة هذه موجودة، فنصحها واحد من الأطباء إن لو ما استفدتش بالليزر تحتاج زراعة. أفضل بس الكلام كله كويس قوي، أفضل إن لو ممكن، لأن دي العين الوحيدة اللي بتشوف بيها، إن احنا نعمل حاجة اسمها ترقيع وليس زراعة. الترقيع يعني إزالة السحابة من غير إزالة جميع طبقات القرنية. ميزتها هي عادل الترقيع عن الزراعة، هي نفس هي تبديل القرنية برضو، لكن ميزتها إن الرفض الجسم لها يصل من 0 إلى 1% بس، نادر جدا جدا، لكن الزراعة في العمر ده ممكن يصل من 5 إلى 10% 15%، وبالتالي طبعا لو حصل رفض لقرنية العين هتبقى مشكلة كبيرة، لأن دي العين الايه الوحيدة. أيوة نعم. دي نقطة. دي الأستاذة لطيف. أستاذ أحمد بيقول أنا عندي حكة وإفرازات لونها أبيض
وكده وحس ان مرخيله بتبقى مزكمه. عاده يا ابو حميد ده بيكون نتيجه تغير الفصول. بيحصل عندك حساسيه بيبقى بيطلع فيها الافرازات البيضه دي. ورجح الحقيقه ان انت تغسل عينك بميه بارده. اذا خلال يوم او يومين الموضوع ما تحسنش روح اكشف عشان الموضوع ما يتطورش وتفرك في عينك كتير فيأثر بعد كده على المدى الطويل يمنينا مشاكل. نعم. عائشة علاجه بيبقى بسيط عبارة عن قطرات بس. نعم. عائشة عندها ألم وانتفاخ وزغللة ولونه العين تبقى شوية متغير والمشكلة أكتر في عين من العين التانية. عادة دي مشكلة شائعة جدا اللي هو الجفاف. أشيع عادل مرض بيجيلي في العيادة هو جفاف العين رقم واحد. إذا أنا بكشف مثلا على 30 مريض 10 منهم لازم بكتب لهم على قطرات ترطيب. 10-15 كمان 10-15 مريض بكتب لهم على قطرات ترطيب. الأسباب إحنا طريقة حياتنا غلط. لا بنشرب مية, بنقعد كتير قدام الجوال. الرجالة بيشربوا سجاير وما بقاش الرجالة بس بقى رجالة وستات وشيشة وقصة. نعم. البحلقة بفترات طويلة قدام شاشة الجوال أو اللابتوب أو كذا. أنت خلاص بقيت دلوقتي إيه فرجتك حتى على التلفزيون ما بقتش زي زمان. كل حاجة موجودة عندك دلوقتي. نعم. بس تفرج على الحلقة بتاعتنا اللي احنا طالعين فيها دلوقتي أخش على يوتيوب واسمع الدكتور فلان كل التفاصيل الحلقة. عايز اتفرج على صوري بستعملها ككاميرا بخش على النتيجة بخطط لمستقبلي بكتب ملاحظات. نعم. براسل على الواتساب. كل حياتك في الجهاز اللي في ايدك ده. نعم. فانت وانت بتبص على الشاشه اللي بتنور نور دي, ده مش مطفيه, دي بتنور نور ده قاعد مركز فيها عشان تعمل وتخلص وتخش على اللي بعده وتفتح الصوره دي وتخش على السوشيال ميديا التانيه دي, فبتاخد من وقتنا كتير قوي. طب نعمل ايه؟ خلاص عرفنا التشخيص. طب انا دلوقتي مستمع وما عنديش المشكله دي. نعم. عشان ما يحصلليش كده الوقايه خير من العلاج. ارمش يا عادل كل شويه بعناية زي ما قلنا المساحات. نعم. شفت ازاي احط قطرات ترطيب اشتريها, مش لازم اروح لدكتور ولا حاجه, دي تتصرف من غير وشدة. اشتري قطرات الترطيب من الصيدلية اغسل بيها عيوني 4-5 مرات في اليوم واشغل المساحات بتاعتي اللي هي ارمش بعيوني كل شوية عشان اوزع الدموع على سطح العين. نعم. كمادات المية الدافية بتفرق كتير قوي في الحالات اللي زي كده, مش كمادات المية الساقعة. في احمد احنا جاوبنا احمد ما قطعت اتصاله. فؤاد كان عنده ولد خبط في عينه 5 سنوات. ناخد بالنا يا جماعة الاطفال الصغيرين اللي بيبقى معاهم حاجات حادة. أشد أنا من قدامه العلاقة بتاعت العلاقة فيروح هو شدتها إيدي تفلت تروح داخله في عينه وهو بيلعب مع واحد تاني. نعم. حتى الألعاب أنت لو خدت بالك عادل دلوقتي حتى الألعاب بقى مكتوب عليها السن تحت 5 سنين تحت 3 سنين. ليه بقى؟ كل ما كان تحت 3 سنين بتبقى الألعاب تبقى صوفت عبارة عن قماش كده. 5 سنين تبقى شوية ناشفة أكتر وتبقى بلاستيك حنين جدا جدا, لكن لا يمسك ألم ببوز, لا يمسك حاجة تبقى حادة, لأن لا قدر الله عادل هي الغلطة غلطة بتحصل في ثانية الدمار بتاعها مدى الحياة. ياما أطفال فقدوا عينهم بالكامل وحياة الأسرة دي تدمرت تماما وراء علاج هذا الطفل جوه المملكة. ونطلع بره ونعمل 2 و3 و4 و5 عشان بس نحاول ان احنا نرجع شوية من النظر بسبب غلطة ان انا سبت فتوه. وطبعا قضاء ربنا سبحانه وتعالى. نعم. نافذ بس احنا بنعمل اللي علينا. صح. ما يبقاش تقصير مننا ونقول والله قضاء ربنا كله بايد ربنا, بس كونك ان انت تسيب آلة حادة في 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 ايده او عليه او كده اخد بالي من كلام ده. نعم. نعم. خلاص. فدي نقطة. الاستاذ سعدية عملت غلطة كبيرة انها بتلبس عدسات لاصقة لساعات طويلة. أي. مهم جدا ان انا اول حاجة لما اجي البس عدسات لاصقة تبقى براند اصلي. دي نقطة. النقطة الثانية لو عيني جفاف وانا عارفة ان عيني فيها جفاف يبقى انا ما استعملهاش اكتر من 4-5 ساعات. طب واعمل ايه؟ افضل انواع العدسات, لانها طبعا هي هترجع. أيوة. هتقول يعني انت عايز تخليني ان انا بطل عدسات اللاصقة الزينة؟ لا, نلبس العدسات اللاصقة الزينة اليومية. يعني ايه؟ مش اللي بتتحط في محلول واسيبها والبسها 3 و4 و5 و10 و30 مرة. لا, هي لبسة واحدة وتترمى. طب وده موجود في المملكة؟ ايوه موجود. دلوقتي بقى في شركتين كبار جدا موجودين في المملكه العدسه. تنقي اللول اللي انت عايزه خلاص, بس هي تتلبس اللبسه. هروح المناسبه, هروح الفرح, واسعارها مقبوله جدا جدا, مش كتيره بس حنينه جدا على العين وما تسببش جفاف ولا المشاكل اللي حصل. اللي شوف خدت بالك وهي بتسال بتقول لك ايه؟ نظري من بعدها تعبت جدا لدرجه ان انا كنت بغطي عيني لان نعم. حصل زي حرق موجود في خلايا السطحيه بتاعه القرنيه. نعم. ناخد اتصال. ام زهور. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا ام زهور. أنا دكتور عندي بعد نظر سلامات في القراءة وفي النظر
تمام. اعطاني الدكتور طبعا نظارة حق القراءة ونظارة حق النظر عادي. وبرضه بس احس لما حق النظر يعني كمان يضعف، يعني احس ان اشوف اشياء بعيدة. الاشياء البعيدة ما تشوفيها زين؟ لا يعني اشوف كل شيء بعيد بوضوح، لكن شيء قدامي كده ما اشوفه يعني مضبوط. طيب ما هو مديكي نظارة القراءة كمان. ايوه اعطاني حق القراءة، هذا استخدمها للقراءة، لكن النظارة العادية حق النظر. ايوه ما هي كل نظارة لها الشغلانة بتاعتها مزهور، البعيد بعيد والقريب قريب. طب تبغي نظارة واحدة ترجعي تاني للدكتور؟ لا كلها ثنتين حق بعد نظر. لا لا في حاجة مش مظبوط، هي لازم يبقى في نظارة. انا اعطاني الدكتور قال لي هذه النظارة حق القراءة حق بعد نظر، يعني ما اشوف ان القراءة القريبة. ايوه ما هذا اللي اقوله. طيب يبقى احنا متفقين، الحاجات القريبة تلبس لها حق القراية، والحاجات زي التلفزيون تلبس لها حق البعيد، لكن ما ينفع حق التلفزيون تشوفي بها القريب ولا القريب تشوفي بها البعيد. فهمت علي؟ عكس يعني ولا كيف؟ نعم عكس النظارات يعني؟ لا هي كل نظارة لها وظيفتها القريب. أنا بس أنا حقة النظر ألبسها في كل وقت، يعني ما أخرجها، بس لما نحن تكون طويلة معايا وقت لبستها أحس ألام يعني صداع، أحس ألم في العين. طيب أنا هقترح عليك اقتراح تاني، أنت هترجعي بالنظارتين دول للمحل بتاع النظارات وتقولي له اعملي نظارة واحدة بس لكل المسافات نسميها أوتوماتيك، هتريحك كتير قوي، هتخلصك من القصة دي بس خلاص. تمام؟ إن شاء الله واضح بإذن الله. معانا اتصال أخير صبحي جلال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عادل أخبارك يا سيدي؟ يا هلا والله أخوي صبحي. الله، أنا بصراحة الأول عايز أحيي الدكتور محمد لأني من متابعين لي وبحبه جدا في الله. الله يديك الصحة والعافية، ده أنا شرف ليا يا أستاذ صبحي. بكلامك يا دكتور والله. يكرم أصلك. يكرم الله يحفظك. الله يكرم. دكتور بس حصل على حاجة بالنسبة ليا بتحصل لي غريبة، بينزل من عيني حاجات زي الدموع بس لزجة. أيوه. برغم إني بستعمل قطرات مرطبة. ده السؤال الأول. تمام. بتركن على الجفن السفلي بحكها بإيدي بحسها زي ما تكون قشرة. ايوه ده الاول. السؤال الثاني معلش نصيحه من حضرتك لبنتي سريعه بالنسبه للعدسات اللي كنت بسمعها من شويه. أيوه. لان بتقول لي لا ده انا ممكن احطها في محلول، الدكتور بيقول لي لا ده انا احطها في محلول. مظبوط. يعني من نوع المستفز فعلا في العدسات دي. هي بتلبسها للنظر ولا بتلبسها للزينه؟ لا 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 بس بتاعت الزينه دي ده الاداء بتاعهم. تمام تمام. طيب دكتور. طيب yeah. استاذ صبحي بخصوص الدموع او الحاجات اللي هي اللزجه اللي موجوده في اللي بتبقى موجوده على القشر في الجفن، فده معناها ان حضرتك عندك التهاب في حاجه اسمها ملتحمه العين. موضوع بسيط خالص، مش محتاج ان حضرتك بس ان ايه نكشف كشف بسيط عند الدكتور عشان نشوف هل ده حساسيه ولا ده التهاب ميكروبي، لان لو الالتهاب ميكروبي هناخد مضاد حيوي، لو حساسيه هناخد العلاج للحساسيه. عدسات الزينه امنه جدا، افضل انواعها اللي هي تستعمل مره واحده، اما اللي بتحط في محلول ففعلا لكن لها عدد مرات معينه لازم، وانا بشتري العدسه اسمع دي يا استاذ صبحي، لازم وانا بشتري العدسه اتعرف على عدد المرات من الشخص من الطبيب او المختص اللي انا مفروض ان انا اغيرها بعدها. قال لي شهريه يبقى انا بعد شهر لازم اغير، قال لي بعد شهرين يبقى بعد شهرين، بعد اسبوعين يبقى بعد اسبوع. ربنا يوفقك ويحفظها لك يا رب بنتك. اللهم امين. وانا اشكرك حقيقي دكتور محمد، نضج جدا يعني في مسألة التأملات الجميلة اللي تذكرتها رائعة، لكن حقيقة لا تكفيها حلقة أو حلقتين، لكن نحتاج إن شاء الله إلى إكمال بإذن الله تعالى لبقية النقاط المهمة والفوائد والمعلومات اللي حنذكرها حول تأملات في خلق وتشريح العين. يبارك لك أستاذ. الله يخليك. شكرا للدكتور محمد حنتيرة، وأيضا الشكر الجزيل لكم مستمعين الكرام على جميل المتابعة والمشاركة. تحية مني أنا عادل برباع من الكنترول، زميلة رشا إنديجاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.